ياباني. جايني جاييني زعما براسكم مكة وتسنوا في الأسطورة ما يطيحكمش. مثل ما شفتوا يا شباب، أنا في كل قناتي أعطيتكم كل أسراري على لعبة فري فاير، أعطيتكم سر الإعدادات في الفيديو اللي قبل اللي فات، وحتى أصحاب الهواتف أعطيتهم سر للإعدادات. متبقي إلا الشخصيات اللي ألعب بها في لعبة فري فاير، وبالطبع راح يكون هذا السر في هذا الفيديو. لهذا لازم عليكم تتبعوا الفيديو لآخر دقيقة حتى تستفادوا كلكم، واللي ما هو مشترك يشترك في القناة لأنه في ناس كثيرة تشاهد فيديوهات وما تشترك، واللي ما حط لايك يحط لايك ضروري. ليتس جو، وخلينا نروحوا نعدلوا الشخصيات وتعرفوها وندخل نجربها في الجيمات. ليتس جو يا شباب. مثل ما راكم تشوفوا نحن الان على اللوبي في فري فاير. خلينا اول حاجه نعملها، والله لا خلي الشخصيات هي الاخيره، يعني اللي تبع الفيديو لاخر دقيقه راح يلقى هذا السر وهذه الشخصيات اللي راح استخدمها اليوم. فمتبقي علينا الا نبين لكم باللي هذه الشخصيات فعاله واسطوريه، ويعني راح تعاونك كثير بنسبه 60-70% في اللعب. لازم علينا ندخل ونجربها في كثير اشياء. انا لما ادخل اجرب نجرب في الرانكد، فاليوم راح اجربها في الذئب الواحد اللي الناس كثير تلعبوا، وراح اجربها في كلاش سكواد رانك. بلا ما نطول عليكم ليتس جو، خلينا نجربها. مثل ما تشوفوا يا شباب نحن الان دخلنا الذئب الواحد. ضدنا بنت اسمها يسرى. مثل ما تشوفوا راني مغطي الشخصيات، يعني لازم عليكم باش تلقاو هاد الشخصيات تبعوا الفيديو للاخر. شوف شوف شتو هاد الشخصيات خوتي، يعني فيها شخصية راح تثبت لكم الايم، يعني راح تجعل عندكم ايم اسطوري يعني، ومجربة من عندي انا. ليتس جو، خلينا نشوفوا هاد الخصم اللي ضدنا شو عم يعمل. اسمها يسرى وراهي واقفة، ما فهمتش راهي تعمل. زعما مقلب نوب. شوف شوف الايم ما راح تضيع ولا رصاصة. هيا يا خويا هيا لعب. راهو فرحان كراني نقتل فيه. شوف نشوف هاد الجولة، اذا ما تحرك من بلاصتو راح نخرج من الجيم ونعيد جيم جديد، يعني راح نشوفو جيم جديد. نفايتي مع واحد يبقى حابس، ما تجيش. هز لي دراغونوف، يلا ليتس جو. تحرك تحرك برو تحرك. نايس 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 يا جدك، والله لا اسطورية خوتي. انا هاد الشخصيات اكتشفتها يعني في الحاضر، فهمتوا كيف؟ يعني ما عنديش كتير من اللي اكتشفت هاد الشخصيات. في شخصية فيهم راح تعدل لك الايم بزاف، انا راني ناكد لكم عليها. والايم اقعد. شوف شوف الايم راح يصير فيكس عندك في الراس. على بالي اي واحد راه يشاهد في الفيديو راه يقول هذا راه يكذب علينا وزيت وراه يستخدمه. ما تبع تبع الفيديو الاخير وجرب ورد عليا في التعليق خويا. الشجره، يلا نديروا الشجره. يلا 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 يلا. زقلتوا. تيمو تيمو تيمو، نقول لك كيفاش نتيمو. كان تيمو. كيفاش مات؟ كيفاش مات؟ مات على كرشو. استغفر الله استغفر الله، سوء الخاتمة. شباب هذا الجيم الأول شوي ما قنعني لأنه الخصم اللي كان ضدنا كان فاصل، فخلينا نجربوا جيم تاني. وليتس جو، بدينا جيم تاني والتقينا بالأسطورة ميسي. هيهي الأسطورة ميسي، مرحبا بك يا أسطورة ميسي. أوتي أنا أجي ألعب ألعب. بان زيد. اقعد هيت صوت يا صديقي، ما راح تضيع ولا تلقى. انا على بالي خوتي انا من محبين ميسي، على بالي في ناس كثير راح تشاهد الفيديو تقول لي كريستيانو عمك. معليش راي المتابعين فوق راسي، راسي هذا مش راسي. اجي اصفر. والله ميسي راهو يتحرك كما يتحرك في كره القدم. تعال 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 اقعد. ميسي نايس 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 خوتي. الايم راهو يعني كان عندي شوي تشتت في الايم، الناس اللي شاهدتني لما رجعت شوي للعبه هاد الايام الايم صار عندي شوي متشتت، ولكن لما عملت هاد الشخصيات صار الايم فيكس نايس، يعني طريقه فعاله. اجي خاصه بالاس ام جي. شوف شوف شوف. جابني هيد شلي. شوف صح صح ميسي تنعت لي في وجهك، صح راح تندم يا صديقي راح تندم. يلا اجي اجي نشوفك شو راح تعمل. يا هذا راهو يستفز فيا هكا. دوبل هيد. عاود عاود. شت 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 الايم شت الايم. نايس نايس نايس. الان الوضع على ما يرام، رانا 3-1 تما، رانا اساطير. الله خويا ازربوا خرجونا من هذا القفص اللي هنا. شوفوا السلاح اللي جابوا، جاب ام 500. وطه اش ندير انا بام 500 يا خويا. ضربوا وان طاب ما يموتش. والله يعرف يخمم هذا ميسي، ذكي ذكي. قلت لكم هيد ما يموتش. عاود
هيد تانية. ايزي بيزي يا صديقي الهيد شوت راح تصير سهلة. اوتي صرت اتكلم العربية، الصحراوي علمني، صورت معاه فيديو، كل الفيديو انا اتكلم بالعربية. دمو الف. يلا خليك تعمر دمك. هاي نايس، درت معاك الاسطورة. هاي يا اخويا، هاي درت معاك ما تزيدش فوق الحال. هاي هاي، اقعد يا برو، اقعد. ايزي 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 ايزي، نايس. هذا خاوتي الجيم ظن انه ان فيه اسطوري على ما يرام. خلينا الان ندخلوا نجربوه في الرانكد. رانكد لا لا لا، خلينا ندخلوا ونجربوه في كلاس سكواد، يعني الناس اللي تفرج فيه وتشتي تلعب كلاس سكواد كتير، نجربوه في كلاس سكواد لانه في كلاس سكواد رانكد راح يفيدك كتير. خلينا نبدا على بركه الله. والله طحت مع ناس يفتحوا مايك. نايس نايس، شوفوا اذا يعرفوني. الو الو، تسمعوني؟ تحت المايك ولا ما يسمعونيش؟ نسمعوك يا دو اصعب. انا طالح جيره تدخل معانا ان شاء الله برو، ان شاء الله. خلينا نعاودو جيم تاني، ممكن نطيحو مع خاوتنا المغاربه. خلينا نبداو. للاسف خاوتي ما طحناش ضدهم، ما طحناش معاهم. سكواد اللي كان تكلم معاه قالوا لي راك طيح معانا، ولكن ما طحتش معاهم. شوفوا وات ذا هيل، شوف يا خويا سكواد اللي طاح ضدهم. هادو سكواد تلقاهم يلعبوا على اقعد. طاح الاول بهيد. شوف شوف، بداو ديميتري والكاركترات الخايبين. خويا بالعقل عليكم، بالعقل ما تجاهدوش. هاي اخويا اخويا، شوف شوف هادو تاع الجراند ماستر، وها يجاهدوا يجاهدوا يلعبوا اللعبه مش فور فان، يلعبوها فور حيات. خويا انا نهرب خير لي، خاصني نلعب معاهم بطاكتيك، وانا هز هاد المقله تسمى ما تجيش. خرجوا خرجوا منه، ما يطيحش. اهبط، باش تنجيب كيل يا خويا، كيل خير من والو. ميت كيت ما كانش، نديهم نديهم ايزي، كون ما ينوضوش صحابهم ولا غير نديه. هاي مادام معايا هاد الكاركترات، الامره هم ريقل ومنه. هيا خاصش الام يضيع. بابا 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 خويا لهنا راح يبان الام تاع الصح. طاح، شوف شوف شوف، قلت لكم خاوتي، قلت لكم هاد الكاركترات راح تفيدكم بزاف، انا متاكد انا متاكد. شوف تخيل معايا هاد السكواد كامل ما قدروش يطيحوني، زعما هاد الاحتراف كل مني والله، بمساعده الشخصيات. لا لا، مني انا. يلا يلا يلا، خلينا المزيد من اللقطات الاسطوريه حتى نبين لكم. شوف شوف شوف، بان 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 بان، هذا تاكتيك البطولات، راهم يلعبوا بتاكتيك البطولات صح. لازم نعملوا شجره خاوتي، الشخصيه الاولى راكم عرفتوها هي شجره. هيا بان حتى نلعب معاكم يا خويا كي البطولات. نايس، سكواد اللي معايا بداو يطيح. طاحوا ماشي طيحوا. شوف 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 الايم، شفت الفول هيدات يجيو بسرعه ورا بعضاهم. هيا بين هيا بين راسك اخويا اخويا اللي معايا اللي معايا، الله غالب مرفوع انا من القلم الصح. يجيني واحد منا وواحد من خويا، ما عندي ما ندير، الله غالب درت اللي عليا. اف سي عالي، شي هذا زعما هذا الكلان تاع سهام هذيك، والله ما على باليش. معليش معليش، قادم افضل باذن الله. خاوتي هذا الجيم راح تبين صح باللي لازم تكون محترف باش تربح. من الاخر السكواد اللي معايا راه ما يدير والو، تقدر تقول راني لاعب سولو سكواد. شوف 400 داماج، 500 300، وانا عندي 2246 داماج. نايس 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 نايس، هذه يا خويا لازم زوج هيدات. هذا بعث لي هاد القنبله تقول راهو يحارب صح. الله خلي ديجا ما نخدمش دمي، نبقى الموف مو هكا. كلاس سكواد ديجا هادي نصيحه، ما تبقاش واقف في بلاصتك. شوف محاربين الصحراء هادو، اقعد. يا ربي تفنش، يا ربي يا رب. ادخل 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 ادخل، مرحبا بي. نروح له منا، نعملو شويه تاكتيك، تاكتيك الخدعه مش من موتوش. هيا بان جايني جايني زعما براسكم هكا وتسناو في الاسطوره ما يطيحكمش. للاسف ما عرفوش كيفاش يعملوا باش يطيحوني. درك راه واحد يقول صاحبه هاكر هاكر، هذا هاكر كيفاش تانا. سيرتو هادو السكوادات يا خاوتي، شتو هادو السكوادات تاع هادو اللي دايرين نفس الطاق ولاعبي القام يا خاوتي، لاعبين على الشرف. يعني تكون معاهم في السكواد يسبوا يهضروا منا، اذا خسروا جيم بلاي تقول راحت عليه من الجنه. لكن بطبيعه الحال نحن نحاربوهم لوحده، هما بون داو انا وحدي. اي روح روح بان، هو اللي معايا اخويا. شفت كيفاش؟ شوف له قنبله، شو شو القنابل. شوف خويا وش هاد اللعب، راهي سخانه وتلعبوا هكا.
شوف 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 لعب بالوحدة تاع الدم. ما عندي ما نهضر والله. خلينا نديو سلاح مليح يو ام بي اخويا في كلاس سكواد، ما كانش سلاح مليح من غير اليو ام. هذا خاوتي راهو يعمل في واحد كي طاكا هزلهم اوم، على بالي راه يخلطها وانني حاس به. خويا منين راح نروح دركا؟ تخيلوا معايا راني شوف شوف 700 دماج، هذا المخير فيه، ما مخير في اللي معايا راهو ب 700 دماج، وانا عندي شوي لاج وما لازمش عليا نخسر، واذا خسرت عادي يعني ماشي راح نخسر الحياه. ديجا نظن انه بينت لكم باللي ام راهو مليحه، تسمى ما تبقى عليكم الا تتبعوا الفيديو الاخير باش تلقاو الكاركترات وخلاص. شوف 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 المجاهدين ماشي المحاربين. خويا حبس حبس اخويا حب. هيا هيا قدمي. هيا زيد 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 خويا انا نحقركم، تعرف شمن انت سولو سكواد، نحقركم سولو سكواد بيكم بكلش تاعكم. نودو نودو يلا نود. شو يضربوا فيه من رجلي؟ شوف قفلوا عليه من تما، خليه يموتوا، قفلوا عليه. اضرب اضرب اخويا اخويا اخويا، ما تقوليش راح يموتوا لي معايا. زعما درك انا واش ندير؟ نجهل والله نلعب والله واش نكيتي؟ ماشي معايا لاعبين، معايا روبوت. اي او ما روبوت، اي البوت تاع قارينا يطيحوا. خويا عليها خاوتي ما نشيش نلعب كلاش سكواد، نلعب رانكد سولو سكواد جوي باهي خلاص. كلاوات اللي طيحوا معايا وكلاوات اللي طيحوا ضدي، دمار شامل اللاعبين على الشرف اللي طيحوا ضدي واللي حطوهم معاك. شوف برونز تلقاه مير لو حالم حتى انايا نولي كلاوي درك. خاوتي يا خاوتي اخاوتي يا ما لقيتش واش نهضر يا خويا. تحاولهم ويبقاو يلعبوك سكواد كامله هزا جرينات. شوف اي اهرب اهرب فر طير وما يبقاو يلعبوا بهذا التكتيك. زاد له حلو جرينات هذيك خلاص مت. اخويا الله غالب، وهذا جاي يرقص عليا، راني لاعب لهم سولو سكواد ومدير فيه مكه. زعما تضحك زعما واش زعما كينغ. معليش جي 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 كيف بديتوا الجيم راكم اساطير صحيت. وحان الان خاوتي الوقت اللي نعت لكم فيه الشخصيات بالكامل. اول شيء خاوتي خلينا نعملوا هكا شخصيه بوت، يعني باش اول حاجه وهي لازم تعمل الكاركتر يعني الاساسيه وولفرا. شوف معايا تعمل وولفرا، واول حاجه تلجا سجره انا نقول ماشي تلجا. ثاني حاجه تعمل هذا الكاركتر اللي هي كيلي. اين هي كيلي؟ برات كيلي يا خويا الفوق، ايوه كيلي. وثالث حاجه وهي اللي راح تبت لكم الايم هي هاد الشخصيه اللي ما يعرفها الكثير من الناس. اصبروا نلقاها. وين راحت هاد الشخصيه؟ وين راحت وين راحت؟ ها هادي خاوتي راح تبت لكم الايم بمعنى الكلمه، هذا سموه دي بي والله ما على باليش. المهم خاوتي هادي راح تبت لكم الايم بشكل ما راح تتوقعوا كيف راح يكون. المهم خاوتي هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. مثل ما شفتوا فدتكم بهاد الشخصيات، وهذه هي الحاجه اللي متبقيه من سر الاحتراف. عملنا الاعدادات عملنا كل شيء. كان معكم ام ديس، تهلاو.